السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم عندنا لكم شيء عجيب وغريب، يعني لي أكثر من 50 سنة يمكن ما شفته، 40 أو 50 ما أدري، لكن شيء حتى أنا ما كنت أتصوره بالضخامة ذي، ضخم جدا جدا جدا. وش يقول الشاعر؟ يقول روح مثل القطايا الثميلة، ضمر تضفي عليهن العبات، وردوهن هيت واخطاها الدليله، والموارد غير هيت مقضباتي، واهنية ترث منسوعة الجديلة، ما ضواها الليل دون مغرزاتي. هذا من أكبر الكهوف اللي شفتها، كهف هيت. طبعا كلمة هيت هي المنطقة المنخفضة مأخوذة من هوت، طبعا مشهور عندنا على مستوى حتى العالم العربي، هيت المدينة اللي جنوب العراق، وهيت هذا، هيت هذا الكهف اللي قدامنا على أحد الدروب القديمة اللي يسمونه درب مزاليج، وله منزل وله كذا، ينزل من جبل الجبيل. الجبل اللي احنا فيه، احنا جنوب شرق الرياض، حوالي 35 كيلو. طبعا في كان عقبة للنزول من جبل الجبيل، الجبيل اللي عليها العرومة. طبعا الجبيل هذا اللي يمتد من الخرج إلى تصل مجمع العرومة على الديار هذه، فيها خفوس فيها كسور، بس أعظمهن هذا نبي نشوفه. شيء ما يعني لا يمكن تتصورها العقل، شيء عجيب. ورجعت له المياه، عاد كيف رجعت الله أعلم. دحل هيت، شوف الضخامة، شايفين؟ طبعا مزار سياحي بالمنطقة، جميع جنسية أجنبية تلقاه فيه. وكان في يوم من الأيام مورد من موارد المنطقة، يعني يشربون منه يردون عليه، خاصة اللي جايين من الحساء يبون الرياض، درب مزاليج، وضخم جدا. شوفوا موقفي الآن، ترى باقي نص ونازل نص، شوف الجبال فوقك، لا إله إلا الله. بنصوره لكم مع جميع الاتجاهات، شيء خيال، كسر سبحان الخالق. طبعا في كسور أنا شفتها بالمنطقة، بس ضخامة دحل هيت لا ما شفت. وهذا الناس تسبح، والله يا أخو ما أعلم، وجميل وقريب. وهذه التسلخة والتكسرات، سبحان الخالق. بحيرة وسط الصحراء وسط كهف، لا إله إلا الله، والله يا أخو شيء. ما تتصور يعني، ما يقدر أقول. أنا أشوف إن كبرة الجوال ما تجيب، شوف الرجال تحتي وش كبرهم اللي بالماء. هذا عليه قصص وعليه تاريخ قديم، وكتب فيه قديما، من الأشياء اللي كتب عنها قديما لضخامة الشيء. طبعا جيل الطيبين اللي كبري يبي يقولون ترى في سيارة طاحت بهيت وطلعت بالحساء. طبعا السؤال هذا لا أحد يسألني إياه، لأنه أشوف أنه يعني نوع من الأساطير وضرب من الخيال، كله كلام. وش السيارة، وش مديرة، وش السيارة بتحمل من هنا إلى الحساء، والله أعلم. لكنه ضخم 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 ضخم، يعني لا يمكن أصفه، لا يمكن أصفه. بس هذه فتحته، شفتوه؟ شيء، يا رب حفظك وصدرك، لا تطبق عليك بنادم ضعيف. الناس مبسوطة، سباحة وصراخ ووناسة. قريب عاد اليوم عطلة، والأجانب فيه كميات هائلة. طبعا راسم ابتسامة، لو تشوفون اللي برا اللي قاعدين بالمئات، وهنا راسم ابتسامة. شوف
الناس تلعب وتسبح و... سبحان الله منكش بالصراحة. الجيولوجيا شيء عجيب، شو كيف ذولا يسبحون. شو يروحون لآخر هناك هذا كسر الضلع شفتوه، هذه فتحة الكهف. شوف ما كان في شيء، هم لا نزلت بحيرة شيء عجيب والله يا هي رفيع ضخم شيء. اكتب بجوجل دحل هيت يجيك. جميل والطريق سليم يعني ممتاز جدا. كل شوي نبعد عن الفتح. بتكلم عنه بالأخير، هذا دحل هيت. كل شوي نبعد، ترى ما بقريب مسافة والله، لكن كسرة الضلع ذي عجيبة ومخيفة. طبعا الدحل هذا عند الأولين عند الشيبان في قصص خرافية كثيرة وقصص حقيقية وأساطير وشعراء وكلام كثير بالدحل هذا، ولكن هو الصراحة قريب وممتع جدا.